النهارده ان شاء الله مع بعض هنتعلم ازاي نعمل سبيس سبريتور، بمعنى ان عندي مكان واسع كبير وعايز اقسمه لاكتر من منطقه عشان اعمل حسابات بتاعتي عليه. اول حاجه هظهر السبيس من فيو فيزابيلتي جرافيكس، هاجي هنا اتاكد ان السبيس متعلم عليه علامه صح، برضو من انوتيشن كاتالوج اتاكد ان السبيس تاجز متعلم عليها صح. اوكي ادهو ظهر، الاقي المنطقه دي كبيره قوي عايز اقسمها منطقتين. راح نلايز سبيس سيبريتور واعلي المنطقه دي من هنا مثلا لهنا، تمام خلاص. هو زي ما انت شايف خلى المنطقه دي منفصله عن المنطقه الاولانيه. هاجي في الاوبن هسميها اوبن 1 و 204 هسميها 204 ايه للتمييز، تمام. هاجي برضو في انالايز سبيس، هاجي هنا احطها عليك كتبها لي 204 بي. هاجي هنا في الاسم هسمي اوبن 2، تمام. عايز ابدا اظهر مثلا سكادول حاجه زياده بقى، اجي في الفيو سكادول بيقول عايز تعمل سكادول ليه، اقول له عايز اعمل سكادول للسبيس، تمام. طب ايه العناصر اللي انت عايزها؟ انا عايز الاريا، عايز النيم، عايز ايه تاني النمبر، اختار برضه حاجه تانيه اشفاك لود اكتوال اشفاك لود. اوكي بلاقي ان هو عمل لي سكادول. طب هو مش مترتب ولسه اقعد بقى ادور على اوبن، لا بقول له فيو بروبرتيز بختار سورت اند جروبس، هقول له رتبها لي حسب اتنين. اوكي باجي ابص على الاوبن بلاقي ان انا عندي اوبن واحد واوبن اتنين 204 ايه 204 بي، والمساحات زي ما هي باينه ان اول واحده كبيره جدا والتانية اصغر منها. كده احنا اتعلمنا ازاي نعمل سبيس سيبريتور. عمرو سليم.